لا زالت المهازل متواصلة في الدوري الجزائري، فبعد الأزمات المالية والديون هو مشكل آخر يظهر في الآونة الأخيرة، وهو الاستقالات الجماعية، استقالة وراء أخرى، ولا أحد يعرف سبب ذلك. إلى متى يبقى الحال هكذا؟ المدرب الفرنسي برنارد كازوني هو الأول الذي فتح الشهية لبقية المدربين بعد رمه المنشفة عند إقصاء مولودية الجزائر من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. هذا ولحق المدرب التونسي حمد دوبي برنارد كازوني وقرر التخلي عن دفاع تاج نانت بنظر لسلسلة الهزائم المتتالية التي أبقت الفريق في المركز الأخير لبعض الجولات. إدارة مولودية وهران هي الأخرى تخلت عن مدربها المغربي بادو زكي بعد أن غاب عن الفريق لمدة طويلة، ما جعل الرئيس بالحاج يفكر في البحث عن مدرب جديد يقود الحمراوي في الجولات القادمة، خاصة وأن النادي لم يتذوق طعم الانتصار منذ مدة. كما فضل المدرب مصطفى بسكري الرحيل عن شبيبة بجاية بعد أن طالبت الجماهير بالتخلي عنه عقب تعثرات المسجلة مؤخراً. شبح رحيل المدربين يخيم مجددا في البطولة الجزائرية. شريف الوزاني رحل من شباب لوزداد، عبد القادر عمراني هو الآخر رحل من شباب قسنطينة، معز بوعكاز غادر اتحاد بلعباس، أحمد سليماني بعد معاقبته مع فريق رائد القبة غادر هو الآخر، نفس الشيء بالنسبة للطرش لونيسي والعوفي. شبح استقالات المدربين عادة، وهو ما سيؤثر على استقرار الفرق، فالكثير من المدربين قرروا ترك مناصبهم، فالاستقالات أثارت العديد من التساؤلات، فإلى متى تبقى المشاكل تحوم في الدوري الجزائري؟